احزب كشعب احنا نتذكر الشعب. يعني انا كمواطن قبل ما اعدي ما بخلي ده لما اقصى يعدل عليا انا اعدل عليا. يعني لما اقصى ايه بدل ما انا شايل شرطه الزباله كده وقت في الشارع ارميها انا بمشي في الشارع. دي لما انت شايف الرئيس اللي جاي وضعه ايه؟ احنا الرئيس اللي جاي ربنا يولي من يصلح. ربنا يولي من يصلح. انا ما دخلتش جواه. هو ربنا على المعلم بالجنة. ربنا لما اقصى يولي من يصلح. الغلاء اللي احنا فيه طب شايفه ايه؟ نعم؟ الغلاء اللي احنا فيه. الغلاء ده مننا احنا. الغلاء ده مننا احنا اساسا. كل اللي بيتاجر في حاجه عاوز ياكل التاني. ما بنرحمش بعض. كله عاوز يغنى. كله عاوز يغنى من الهوا. انما احنا اساسا لو بنتكي الله لا مؤاخذه بتاجر في الجاره وبيحب يرضي الله مالها هي ليها ايه عند الحكومه؟ انما احنا اساسا بناكل في بعض. زي بتاع الانبوبه يروح يجيب الانبوبه ب 2 جنيه ونص ويجي لمؤاخذه واحد يقول له هاخدها ب 5 جنيه. اللي خدها ب 5 جنيه يطلع يبيعها ب 10 جنيه. اللي خدها ب 10 جنيه يروح يبيعها ب 20 جنيه وهكذا دايما. انما هي اساسا الحكومه بتديها بتديها له بكام؟ بتديها له ب 2 جنيه ونص. بيجي تاجر فيا بيجي تاجر فيا وان اتكلمت عشان انت بقى لمصر زي بتاع العيش بتاع الفرن بتاع الفرن لما اقصد تروح لمصر تجيب لو في واحد قصده العيش بيروح له وهو قاعد انا اتكلم معاه على حقي اللي بيروح له العيش ده بيقوم يضرب فيا انا معاه عشان بيروح له العيش وهو قاعد انما احنا لو اتقينا الله في بعضينا عمر بلدنا دي بلدنا دي احسن بلد من المفروض كمصر اي شعب مصر يوطى على الارض دي يبص مصر دي اسمها مصر مصر ام الدنيا ومحروسه ان شاء الله بامر الله كل اللي طول عليها وتعدى عليها ربنا هينتهي منها واحنا مالناش غير ربنا بنقول لا وربنا يولي من يصلح وربنا يهدينا ويهدي أمة محمد ويهدي شعب مصر كله عشان احنا مصر ايه ايه ذنبنا انا مؤاخذه انا بتاع قطر بتاع قطر اللي الوراق اكبر من بلده يعني لنا رئيس دوله نيته ايه بتاع قطر اللي حبس ابوه في الحمام وقال له ما تطلعش يا راجل عشان انا قعدت على الكرسي ليه 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 ليه, ليه مصر تعمل فيها كده كل ده عشان الفلوس منعوا لابو ام الفلوس والله العظيم لو اتقينا الله في عملنا وفي شغلنا ايه ايه الاضرابات اللي كل يوم التاني ليه يعني عشان زي الدكتور لما مؤاخذه اللي بيروح لمصر بيقطع في البني ادم رايح عامل له اضراب طب بتعمل له اضراب ليه انت مستني بتروح الجهه بتاعتك اللي انت عايش فيها في المستشفى ما بتقضيش عملك بقى صح بتطلع تفتح عياده كشف ب 100 جنيه وب 50 جنيه وب 200 جنيه طب ليه؟ وفي الاخر طالع تعمل لي اضرابته ولا الدوله مش عارف دوله مين؟ واحنا كلنا حاطين همنا على الدوله احنا نبدا بنفسينا ولو ما بداناش بنفسينا عمرنا ما هنتعيد لو انا ماشي مظبوط هيجيني رئيس دوله هيعرف ان الراجل ده ماشي مظبوط هيجي يحاسبني انما للاسف وربنا يولي من يصلح وربنا يولي حق عبدالله انت بقى من الشباب بقى ايه رايك في الاوضاع اللي احنا فيها دلوقتي؟ والله يا استاذي هو ما فيش دلوقتي حاجه حلوه للبلد احنا مش شايفين حاجه للشباب ولا مهتمين بالشباب ولا الشباب اللي ضاعت ولا الشباب اللي ماتت ولا اخذوا حقوق الشهداء ولا اخذوا حقوق يعني حقوق الناس اللي اتصابت وشايفين الاسوء احنا مش شايفين الاحسن يعني انا راجل طالب باجي من المدرسه انزل اشتغل على توك توك وانا شغال على التوك توك خايف بدور على البنزين وخايف لا يتسرق مني والراجل يضربني بحقه مش شايف امن مش شايف امان مش شايف حكومه حلوه مش شايف حاجه حلوه من مجلس العسكري من ساعه لما مسك مش شايف اي مصلحه حلوه ما سمعتش خبر سعيد من ساعه لما المجلس العسكري مسك انا سامعين ناس بتموت سامعين ناس بتتقتل سامعين ناس بتتصاب سامعين ناس بعينها بتتخرق سامعين ناس بتتضرب بخرطوش سامعين مظاهرات سامعين ولاء الشرطه عايزين فلوس سامعين بس مش سامعين حاجه جديده مش سامعين حاجه للشباب انت عايز ايه من الرئيس اللي جاي؟ انا عايز من حاجه جديده من الرئيس الجاي يكون موفر لي سكن ويوفر لي شغلانه كريمه اعيش منها كريم يوفر لي كل احتياجاتي اللي انا التزمها بالبلد اللي انا عليها حقوق على البلد والبلد ليها حقوق عليا انا ادي حقوق للبلد والبلد تديني حقوق انا عايز منه سكن عايز منه وظيفه حلوه ماشي عايز منه يعني معامله طيبه معامله حسنه ما ابقاش ماشي في الشارع عامل شرطه يشدني اسم ولا اكشف عليك وياخدني بيتني في حاجه 3 4 ايام في الاخر يقول لي لا ما قلقناش عليك حاجه يمشيني احنا مش عايزين كل ده احنا عايزين كل مطالب الثوره تتحقق احنا ما شفناش مطلب واحد من الثوره اتحقق ناس كتير ماتت وناس كتير اتصابت ما شفناش حاجه حلوه ما سمعناش خبر سعيد من ساعه الثوره من ساعه لما الثوره ابتدت بل احنا شايفين اسوء مش شايفين حاجه سعيده
احنا شايفين اسوأ، شايفين ازمه بنزين، ازمه جاز، الانبوبه 45 جنيه وانت تنزل تاخدها وكمان مش بتطلعها لك. شايفين ان السرقه بنسرق، الحراميه اتمسكت بقالهم سنه ونص ما شفناش حد يتحاكم عليه. يعني كان الناس اللي ماتت دي ولا حاجه ولا اي حاجه، الناس اللي اتصابت ولا اي حاجه. يا شباب انت بقى من شباب بقى ايه اللي انت شايفه؟ اول حاجه عايزين نحل مشكله التعليم، مفيش تعليم خالص في البلد. انا راجل في مركز شبرا الخيمه، مفيش تعليم خالص ولا بص. بنروح من الساعه 7 بنطلع زي ما حضرتك لسه جايين دلوقتي، ما استفدناش باي حاجه في اليوم خالص. مشكله الغاز، الغاز عندنا ازاي دوله مصدره للغاز والازمه فيها؟ عايزين نعرف، وعايزين الامن وامان، وعايزين شغلانه. اخويا بقاله سنتين شغال في الغاز اللي هنا من غير تسبيب، هنعمل ايه احنا؟ عايز يبقى من الرئيس اللي جاي ده شكله ايه؟ والله الرؤساء كلهم عايزين يجروا على الكرسي، محدش عايز مصلحة البلد، كله يقعد على الكرسي ويشوف مصلحته وينسى الشباب وينسى البلد باللي فيها وتولع البلد باللي فيها. شايف مصر رايحة فين؟ ان شاء الله بيبقى احسن ان شاء الله. يا شباب دلوقتي احنا الثورة دي مش عجباني، والبهدلة في البلد اصلا مش عجباني، ودي دي شرمط او بلطجية وحرامية او نصابين. وقالت مدير عصي مدير، لا مستحيل، امسكها العسكر، البلد امسكها العسكر، ويقوم انقلاب عسكر والمشير يتحال وعلى بيته ويستلم المشير. يعني دلوقتي هنا عاوزين البلد في هدوء، ما فيش هدوء. البلطجيه اللي جايه من برا وكله اسمعين دي جاي خسران كسبان، دي خرب بلد. ما فيش حد من الاخوان يمسكي ولا اي شيء من الاخوان. انت خبر الاخوان طلعوا حرامي راكب لي عربيه ب3 مليون ولسه ما حلش، باني لي فلي ب20 فدان ولسه الشعب ما حلش، واحنا في مجاعه واحنا بنشحت. انا راجل من ضمن عندي 46 سنه وبشحت، معاشي 200 جنيه، معاشي السادات الله يرحمه، ها، وبشحت من دي ومن دي، وماشي على عجله متحركه ومكسره، وماشي على عكاكين. فالبلد مش مستاهله بهدله. عاوزين امين يمسك البلد وحكومه الجندوره تشتغل وجميع الحكومه تشتغل وبالضرب، وعزيز ياسوري يقل بالدج زي سوري. عشان كده البهدلي مش عارفين نمشي في شوارع، مش عارفين ننام في بيوت، نسائنا مش عارفه تخرج، اولادنا مش عارفه تخرج، امتحانات يوم بعد يوم، دقائق بعد دقائق، ساعات بعد ساعات. ما فيش نظام متفقين عليها، ما فيش بتعب التو يقولوا الصح، ما فيش اي اشغال يقولوها صح. اشغالهم على همهم، العام يقعد على منصب يتلزموا، عاوز تمسك دي كل بلد كلها، ما تسيب دي ودي واسيب دي واسيب دي. ليه؟ انا هنا امسك اخويا يمسك، مش انا امسك ل 100 منصب، مش عايز امسك البلد. لا، عبد الناصر كان معتقلهم، السادات كان معتقلهم، حسني مبارك كان معتقلهم، لا اخاف من احد، لا اخاف من احد. سوى سلفيين، سوى اخوان ظهروا بيتي، ظهروش لي ايام عبد الناصر، ظهروش لي ايام السادات، ظهروش لي ايام حسني. كله نعم، حسني كان حرامي، كان حامي البلد. من انت حرامي عيني عينك، حرامي عيني عينك. لسه السعودية لتي بدكتي وصورتها وعملت فيها البدع وصورتها جميع الشبهات، بعتها لك مليار وربع ومية وسبعين اللي بدتها وطلعت فيها البدع. وظهر البرشام اللي رايح في الجبني ان الواحد مصري ومتلفقني بسعودي وممسوقني امبارح. ليه؟ ليه احنا المهدل في جيراني؟ ليه المهدل في حواليني؟ ليه ما بشوف نفسني؟ كل واحد يشوف نفسه. شكرا. وشكرا، جزاكم الله كل خير. الشباب الثوره دي جت علينا بنكبه في كل شيء. انا راجل ساكن في العباسيه، واقسم بالله العظيم اللي انا هحكي لك هو ما حصل امبارح بالليل بالملي. ثلاث ايام ثلاث عربيات بيجوا الساعه 3 بالليل تبع حازم ابو اسماعيل، عربيه كيا حمراء وعربيه تانية هونداي، بينزل منها ناس مسلمين وبينزلوا بالقلب يخشوا في الشوارع الجانبيه وبيضربوا بالنار. الشباب
الشباب اللي هو بيقول عليها العباسيه ده شباب بتحمي المنطقه، وانا من سكانها ماليش علاقه بيهم اساسا، انا بشوفهم وانا ساكن في الشبابيك، كنت واقف فوق قال لي لو ما دخلتش جوه الشباك هنضرب عليكم نار في العماره. ايوه ولزوا على كده فوضى ما بعدها فوضى. وبعدين ايه الكرسي اللي ده مصلحه مين؟ ده مش كرسي خدمه، ده كرسي مصلحه، مش كرسي خدمه، مش كرسي رئاسه. حضرتك اللي بالنسبه للانتخابات الرئاسيه حضرتك شايف مين اللي ممكن يكون افضل؟ اللي شايف هم اتنين ما فيهمش ثالث، عمرو موسى واحمد شفيق وحمدين صباح. امال المؤاخذه النهارده امال انت تجدي ناس مش عنده حاجه اساسا النهارده عنده مجلس الشعب، رئيس مجلس الشعب مش عارف يحل، اختاروه كده وخلاص. هو اخوان الناس جري ترى الاخوان قالت لك احنا هنمسكها بلد دينيه، طلع ان هم كلهم زي ما بيتقال عليهم من زمان ان هم بتوع مصالح فقط لا غير، مش بتوع خدمات، كل واحد عاوز يجري. وده ده مؤاخذه يعني برضو كان في كنت في قناه مش عارف ذكر اسمها اول امبارح واحد لاجئ سياسي بيكلم محمد المرسي بيقول له عيني حط لو انت راجل حط عينك في عيني ولا اطلعك حرامي واقول يا محمد يا مرسي سيب الرئاسه ما تترشحش بيها وتحجج باي حجه ولو انت راجل تعالى. اما هم بيقولوا كده على الفضائيات فلما ينسوا اللي حصل حاسم ابو اسماعيل عشان انت طلعت او سخر في البلد كان مصلحتك انك تمسك البلد. اللي يخدم بيخدم مش اللي هو عاوزه خلاص ويهبش، لا دي حته تورته وكل عاوز ينتج فيها. احنا انا همثلك مصر دي في كلمه واحده، احنا كنا لا مؤاخذه عاملين زي رب الاسره اللي ما بيدخلش بيته لحمه، وفجأة لما ربنا كرمنا وهنبدأ ناكل اللحمة ورب الأسرة دخل بكيلو لحمة ما استناناش إنها تستوي، عاوزين ناكلها جاية. خلاص لازم ناكل اللحمة النهاردة. مش نشتغل ونعمل 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 ونعمل، إحنا كان عندنا 38 مليار دولار رصيد، النهاردة وصل 10، عليك 6 مليار ديون يبقى أصبح عندك 4 مليار لشعب 85 مليون. 90 مليون. شكراً.